ربنا يهدي. نسيت تعيبة قوي يا فاطمة. انهيار القيم والمبادئ. بدون شك ان الانسانية بتعيش اذى عصور التقدم والتكنولوجيا. وفي الوقت نفسه بتعيش ذروة انهيار القيم والاخلاق. الحيوان اللي جوه كل انسان بقى هو اللي بيحركه. ما يفرقش معاه بقى لو نقش في لحم غيره. ما يفرقش معاه حتى لو مش عريان. ازيك يا سيد؟ ربنا يخليك يا احمد بيه. على فكره يا سيد، مراتك اكلها حلو قوي. مش مهم الاقرار. اقفلي البطاقه. مش حزاوي المهنه. بلاش البيبة يا زلف. اسمعي يا باشمهندسة، أنا ما بفهمش في الحسابات، لكن اللي فاهمه كويس إني خسران، فمش من الطبيعي إني أدفع ضرايب المحل اللي بيخسر. هي ضريبة ولا كباية ولا إيه بالظبط؟ أوكي خلاص، إعملي حسبتك وكلميني تاني، مع السلامة. خنقة. استغفر الله العظيم يا رب. كويس إنك جيت. يا أخي أنا متضايق أكتر منك، لكن عمري ما اتعصبت بالشكل ده. لا، أمال بتعمل إيه؟ ما بتعصبش.
فاكره زمان لما كنا بنقعد هنا كنت بتقعدي تتخانقي على التلفزيون اللي صوته عالي؟ التلفزيون صوته عالي قوي، كان صوتك اكبر من حجمك 10 مرات. راح فين ذكر؟ ما بقتش فارقه، بس انا ما بقتش اسمع. انا بصلك بس مش شايفاكي، حتى الكلام بقى تقيل على لساني. ما كنت بعرف ان في حد تيتم، ما كنتش ببقى فاهمه، بس لما جربت عرفت ان اليوتم دعاها زي اللي راحت عينه ولا ايد ولا رجل. انا اخر حاجه كان ممكن اتخيلها ان بابا يموت. استغفر الله العظيم يا حنان، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ استغفر الله العظيم. انا عارفه انه مات، مات بس سابني هنا، لا مني عايشه ولا مني مت. بابا يا منى، بابا. عارف يا شريف، كل ما احس ان انا عايز الاقي نفسي واهرب من همومي ومشاكلي باجي هنا. طبعا انا عمري ما كنت هقول لك انا باجي هنا اعمل ايه، بس انت كان لازم تفهم وتحس. لا لا ارجوك ما تفهميش غلط، انا حاسس المحل بيخسر وحنان في ماساه والعيشه غام، وانت جايبني هنا عشان احس. احس بايه يا عم سقراط؟ لو عاوز تمشي يلا بينا. لا خلينا، مش يمكن نحس. ممكن اقول لك وحشتيني؟ وانت كمان وحشتني قوي. يا سلام على حنان، هعيط يا جماعه والله العظيم. طب بذمتك عمرك شفت حد بيكلم مراته بيقول لها وحشتيني؟ والنبي ده لابسها في مايو فين النص الفوقاني؟ ما كانش عندي نص فوقاني، البسه ليه يعني؟ انا لو عندي بنت لا يمكن اسمح بكده. راجل حمش. انت عايز بنت؟ بنت ولد اي حاجه منك، المهم انت تعوزي. بص دي كان عندي 5 سنين. طب قولي بقى شعري وانا قصير احسن ولا وهو طويل؟ هنا فين؟ هنا كنا على البلاج بتاع الفريسكا هناك اهو. المركب اللي هناك دي بتاعت بابا، مكتوب عليها اسم، لو كبرت الصوره هيبان. انا عايزه اسافر اسكندريه. اسكندريه دلوقتي؟ يعني تغيير. غادة حبيبتي، خلي الفلوس دي معاكي، واي درس تعوزيه خديه على طول، بس اوعى ابوكي يلمحه. طب عايشه مع ليه؟ ربنا يهدي. ربو ربو طارق بعيد عشان نعملها بقى كده. الله ايه الهبل ده؟ الكمبيوتر ده انا هرميه. كخ كده. بابي زعلك؟ تعالى طيب. حج كانوا هيعملوا ايه؟ وهي هي العمر قليله يا غاده، اكتبها لي يا رب. لا
انا طول عمري بحلم بيه. هو مين ده؟ سيدنا النبي. يا اخي انت ليه محسسني انك مش مبسوط؟ خلص خلص، ما تقليش مزاجي. ها مش كفايه مستحملك بعصير الطماطم اللي في ايدك ده؟ انت برضه مستحملني؟ طبعا. انا اسف، انا لما هيبقى معايا شريك في المحل ترى هيبقى حتقل. وايه كمان؟ استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب عظيم. ايه ده؟ عمرو؟ عمرو مين يا اخلاق؟ ده عمرو فهمي المخرج. ده كان معانا في المدرسه. عمرو ايه؟ في حد بيشاور لك؟ ده اصحابي من زمان قوي مش شفتهمش. على اذنك ثانيه واحده حبيبتي. لا براحتك. شريف الخولي. ايه الاخبار؟ الحمد لله. ازيك عامل ايه؟ انت اخبارك ايه؟ والله انت كمان. خالد؟ لا. طارق؟ لا. احمد؟ احمد. ازيك يا احمد؟ فاكرك كنت اهدى واحد في الفصل. اما انت بقى يا استاذ كنت الرومانسي الوحيد اللي فينا. لسه فاكر؟ عامل ايه؟ فاكر طبعا. كويس كويس. ها وانت بتعمل ايه؟ بسمعك. مش قصدي يا اخي، بتشتغل ايه؟ مهندس نووي. نعم. هايدي اكتشافي، عارفينها طبعا. هرجع لكم تاني، ما تمشوش. يلا مستنيينك. باي. هايدي مين دي؟ بتغني. انا شفتك فين قبل كده؟ خالد انت قد بايخ. طارق انت ايه اللي خلاك تقول لسيد ان فاطمه بتشتغل عندنا؟ انا قلت له ان اكلها حلو. وانت ازاي تعمل كده؟ كده اللي هو ايه يعني؟ هي مش قايله انها بتشتغل عند حد غير حماد، انه بياخد فلوسها. لما حضرتك قلت له كده ضربها وكان هيموتها. حد قال الموضوع ده قبل كده؟ انت حكيت لي اي حاجه؟ في اصلا حوار بيدور بيني وبينك؟ وبعدين انا مالي طبخها ومشاكلها مع جوزها؟ انت بتضحك كده ليه؟ ليه انت طول الليل والنهار قاعد قدام الكمبيوتر؟ اقعد تضحك تقول لي كلام سخيف. انا اسفه، ما قصدتش اضايقك. وانا ما قصدتش ازعلك. ايه يزعلني؟ كشر في وشي، اعمل اللي انت عايزه. قدري بقى وهفضل احبك. القدر حاجه والحب حاجه تانية. يعني ايه؟ يعني ممكن اكون قدرك لكن مش بالضروره ابقى حبيبك، وممكن تحب حد مش بالضروره يبقى قدرك. وانا انت لازم تحددي، انا قدرك ولا حبيبك؟ الاثنين. تفتكر ياخد باله؟ بس احنا ملوش في الكمبيوتر يعني. بقى انا بتشط على النت مش بعمل حاجه. هو انا كده ابقى بخونه يا حنان؟ انا كنت متاكده اني هلاقيه هنا. ده بيومي من وانا عندي 3 سنين. انت كنت بتقولي ايه؟ ولا حاجه. بقالي ساعتين قاعده بتكلم معاكي وانتي مش واخده بالك مني اساسا. انا ماشيه. استني استني بقى، اقعدي. كنت بتقولي انها مجرد دردشه وانك ما بتخونيهوش. طب ما انت سامعه هم ملعونه قوي ده ليه؟ عشان دي خيانه. في الواقع ان الخليقه حينما تنزع الاستقلال عن الله انما تريد هلاكها الذاتيه وفنيتها. ما دام الله هو اصل وجودها ومبدا حياتها، واتفق برجاس المعسكرتان ان الطريق الالهي هو الطريق الى الحريه المطلقه. وسر الخلق عند برجاس بينحصر في ايجاد مخلوقات خالقه. فالموجود الذي يخلقه الله موجود ناقص. عليه ان يكمل نفسه بنفسه. ولكن على الرغم من الحريه دي في جوهرها مقدره الهيه، فان الانسان ممكن يتمرد بحريته على الله. ودي بقى سقطة الإنسان الأولى. عنك يا أخوي، عنك يا دناي، عنك. بسم الله. كملي يا فاطمة. كان أخوه الصغير ونن عينه
واحد ضحك عليه، خد اللي وراه واللي قدامه بعد عنك، وعشمه هو وخمس جدعان في البلد، قال ايه؟ يسفرهم ليبيا، ومن ليبيا يطلعوا على بلد اجنبي كده معرفش اسمها ابصر ايه؟ ايطاليا؟ ايطاليا اسم الله عليكي. صح، الموضوع ده انا قريته في الجورنال. بعد ما سافروا لا حس ولا خبر، البلد كلها قالت انهم غير، امه ما استحملتش وماتت بحسرته، وسيد ما فيش حاجه في دماغه غير انه ينتقم من اللي موت اخوه. اقول له يا سيد ربنا كبير، يا سيد الحكومه مش هتسكت هتجيب حقنا، يقول لي خلاص مش فاهمك انت، وياخد كل فلوسي يصرفها على الهباب اللي بيشربه. وقال ايه؟ يقول لي هو ده اللي هينسيني يا وليه. استاذ احمد، استاذ احمد، انا اسف جدا يا دكتور والله. فده على امتى بقى يا ابني؟ لما الترم يخلص وقصص زي الترم اللي فات. انا جيت الكليه دي غلط اصلا، انا لا فاهم ولا كلمه ولا حابب ولا ماده. يبقى تسيبها فورا وتشوف الحاجه اللي انت بتحبها. هو الحاجه الوحيده اللي بحبها الكمبيوتر. يا حضرتك لو عندك ايميل ادريس انا ممكن ابعت لك حاجات فظيعه. ده شيء عظيم طبعا. هو مش عظيم قوي، انا اخر شويه نكت، حبه صور، حاجات من دي كده يعني حضرتك، بس اخاف بصراحه. بتخاف من ايه بقى يا طارق؟ يعني اكيد حضرتك فاهم. بص يا طارق، احنا طول بره الموضوع ده احنا اصحاب، يعني اتكلم عادي. يا ريت لو سمحت. حضرتك ما تعرفش الكمبيوتر ده بلوه ازاي؟ يعني انا مثلا عندي واحد صاحبي عامل علاقه مع واحده متجوزه، انا طبعا في الاول قلت له يا ابني ما ينفعش وما يصحش وعيب كده. اخر مره دكتور، هو مش احنا اتفقنا نبقى اصحاب من شويه؟ كمل يا طارق وبعدين. المهم اخر مره بيحكي لي ايه بقى؟ هما الاثنين اتفقوا مع بعض يفتحوا الكاميرا وهما بيتكلموا. طبعا الكلام جاب بعضه، حضرتك فاهم بقى، واحده واحده قلعت هدومها، هوب شوف انت بقى الكمبيوتر ده بلوه بلوه. عارف اخويا مات من ايه؟ يا اخويا انسى، انسى بقى يا سيد. مات من الفقر. اخوك عند ربنا بتعزز وبتهني. طب ايه رايك ان انا حلمت بيه؟ بيضحك وشه منور ومدور زي الرغيف الصابح. وحلمت ان انا وانت يا سيد، يا ما شاء الله، قلب نطوف حوالين الكعبه. اكتبها لنا يا رب لاجل حبيبك المصطفى. وحلمت بغاده، الغاده عروسه زي القمر بس فستان فرحها ضايع. لا انا ان شاء الله ما انام النهارده احلى منها لقيته. الحسن بيقولوا ده يبقى فال وحش. هتحلم بايه النهارده يا سيد؟ عشا بره اوكي؟ اه. تعملي ايه؟ بشيل حاجة بابا. و انا ينفع اقولك وحشتيني؟ ينفع نفكر بعض بزمان؟ زمان امتى؟ قبل ما نتجوز. قبل ما نتجوز لو كنت مسكتني كده كنت هقولك شيل ايدك. اشيلها فعلا؟ طيب بس تعالي. تعمل ايه؟ تعالي، انا قررت من دلوقتي ابقى بابا وانت حنان. قولي لي يا بنتي، عاملة ايه مع جوزك؟ تعبني. تعبك؟ من كتر ما هو حاجة جميلة قوي في حياتي خايفة اكون مقصرة في حقه، وده بقى تعبني. عارفة لما يبوسك هنا ده معناه ايه؟ انه ملكي. بتحبيه؟ قوي. هو كمان بيحبني.
هتعشيني فين؟ السلام. الجرايد بتبهدلك كده. انا نفسي مش عارف، بس ده يمكن لاني بشوف الجمال بشكل اوضح، وكمان بقدم الست بشكل مختلف. الغريب ان كل راجل عاوز يشوف اللي عمرو بيقدمه ده، بس في الخباثه. منتهى التناقض. كلامك صح. لو فكرت في الموت هتقدم الجمال بشكل مختلف. مش هيهمك الجسم، اغانيك اللي هيفضل منها شكلها. الشكل ده عمره قصير قوي، يدوب على قد الزمن اللي بيظهر فيه. برافو عليك يا حنان. طب بصوا لي كده ليه؟ بتقول كلام عاجبني. مش عاجبك اللي بقدمه؟ لا، بس ده ما يمنعش انك موهوب. لا، وبزنس مان كمان. هنقول لهم بصوا يا جماعه، انا وعمر هنجيب توكيل من بره الماركت مكياج اسمها جوناس، هتكسر الدنيا ان شاء الله. انا النهارده بحتفل بصاحبي وشريك جديد. مبروك يا جماعه، والله مشروع لطيف. ولا انت ايه رايك يا حنان؟ حنان انت رحتي بعيد. لا ابدا، مبروك. اكبر دليل ان حنان معجبه بشغلك انها اتكلمت عنه، مش كده؟ انا ما طلبتش مشويات. انا اللي طلبتلك. مش ده الطبق الوحيد اللي بتاكلي بره؟ انا عايز اكل سمك. مفيش مشكله، هات لها سمك. اه لو سمحت هات لي سمك. سمك؟ انت عمرك ما اكلت سمك ولا عمرك حبيتي؟ هو كان بيحب. هو مين ده؟ بابا. يظهر يا جماعة ان الواحد لازم يموت عشان يتحب الحب ده كله. انا عارفة انك زعلان، بس انا كمان زعلانة. كم مرة قلتلك ان انا عايز اعمل سبيل باسم بابا ومش عارفة الاجراءات؟ لا سألتلي ولا اهتميت اساسا، مع انك عارف كويس قوي انها صدقة جارية على روحه. هتريحه وتريحني. حنان انا هحجزك عند الدكتور. انا مش هروح لدكاترة، انا مش عيانة عشان اروح للدكتور. كأن اللي مات ده حد عادي علشان انساه بالسهولة دي. كأن اللي عايش معاكي حد عادي عشان تقليلي بالشكل ده. اقللك؟ قاعد بتكلم في شغل، بعمل ديل، وانت بتتكلمي عن الموت والجمال والاكل اللي كان بيحبه. ده طبيعي؟ اه انت زعلان على الشغل، خايف اكون بوظتهولك؟ انا خايف عليكي انت. اسكندرية عايزة تروحيها عشان بابا كان بيروح في الوقت ده. السمك فجأة بقيتي تحبيه عشان بابا كان بيحبه. الدنيا بقت وحشة عشان بابا ما بقاش فيها. طب وانا؟ وانا يا حنان انا لسه ما متش. ولو مش قادرة تتعايشي مع حقيقة ان ابوكي مات، تبقي محتاجة لدكتور يفوقك ان انا وانت لسه عايشين. مش عارفة اخرج من اللي انا فيه. ابويا كان كل حياتي. ماما ماتت وانا عندي 3 سنين، ومن ساعتها بقيت انا كل حياته. مرضيش يتجوز، عاش معايا عمري كله. مش قادرة اتخيل ابدا انه ما بقاش معايا. انا عارفة انه صعب انه يرجع، بس انا ممكن اروح له. مبقاش عندي اي متعة للحياة. واحد عشت معاه 30 سنة بس عالش عليه 3 شهور. انا مش عيانة يا دكتور، مش هاجي هنا تاني. انا جعانة، مش هتغديني ولا ايه؟ انا بحبك قوي، عارف؟ انا بجد بحبك قوي، بحبك خالص. من ايه؟ امسك مين؟ من هنا؟ من هنا؟ من هنا؟ من هنا؟ من هنا؟
واحنا متخاصمين؟ وحشتك قوي. الريحه دي ريحه ايه؟ مش ده البرفان انت جبته لي في عيد ميلادي؟ عشان لما بتوحشني يا بيبي بحطه وافتكرك. العمر وحياة النبي تسيبها لها. انت عارف انها بتحوش عشان تسافر. هي ما كتبتش عليك. ازاي عايز ترفع قضيه على نصب على اخوك واخد فلوسه وموته وفي نفس الوقت بتاخد فلوسها؟ ما هي الفلوس دي عشان القضيه. بس الفلوس دي بتاعت العمر. هات الفلوس. اوعي من سكتي. مش هسيبك. هات الفلوس. غوري من وشي. دي مش فلوسك. هاي دي كلمتك؟ طب ايه الاخبار؟ هنروح؟ هكلمك تاني يا مونة. على طول بقى. غادة ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. ماما هنا؟ لا انت اتلخبطتي، هي عند مونة النهاردة، بس انا هرحلها بعد شوية. ادخلي تعالي وهاخدك معايا. خير؟ مساء النور. ازاي حضرتك؟ انا غادة. ما انا عارف. ايه اللي في وشك ده؟ ده من الشمس. شمس؟ هو مفيش حد هنا؟ ابلة حنان راحت عند ابلة منى، هتجيبها وتيجي. انا كنت هنزل معاها بس ماما بقى كلمتني من عند ابلة منى وقالت انها جايه معاهم. ابلة حنان بقى قالت لي اقعد هنا واستناهم لغايه ما يجوا كلهم. على فكره ابلة حنان دي اموره قوي. وانت كمان سيد بيجيب فاكهه وجاي. وعامل ايه معاكي؟ في ايه؟ ده سيد مش عايزاه يعرف ان انا هنا. ادخلهم لحضرتك المطبخ؟ لا معلش يا سيد افهم. طيب تؤمر بحاجه؟ لا شكرا. حنان عايزاني اسافر معاها اسكندريه عشان انضف لهم الشقه. بس احنا ما اتفقناش ان شغلك فيه سفر. هي والست منى عايزين يغيروا جو كام يوم في اسكندريه. بعدين هيدوني فلوس كويسه يا سيد. والبنت هتسيبي لمين بقى؟ وانا لازمتي ايه؟ لازمتك ايه؟ ما انا بقالي اسبوع قايل لك عن نجفه. نجفه؟ مالها نجفه يا سيد؟ عايزه تتنضف، مضلمه من التراب. هبقى انضفها. ولا يهمك، بس ذاكري كويس. انا هدخلك الجامعه عشان اما اموت تقولي الله يرحمك يا بابا علمتيني كويس، ولا مش هتقوليها؟ مش هتقوليها؟ احلى من اللي في الصور. تلاقيكي مش طايقاني ويمكن بتكرهيني. على فكره انا مش وحش قوي، اريكي لو بطلت الكيف والسجاير ابقى احسن. يا ريت. حاضر. ما تشتري لك حته قماش وتفصليها فستان زي اللي عاجبك في المجلات ده. وريني عاجبك ايه. يلا وريني ده. يا صلاه النبي عليك هيبقى احلى. طب ايه رايك في ده؟ يعني ده حشمه وفي نفس الوقت شيك. طب بص ده. لا ده احلى. يا سلام. لازم اعشيك حضرتك. خالد مات. مات؟
نسيت الخط. دلوقتي عايزة ترجعي البيت لابنك. أنا كفرت حتى عن ذنوب ما عملتهاش. أنت عارف إنها ظلم. أدام خالد مات تبقي طالقة يا نوال. خلاص حققت أنت أمك دلوقتي. أيوة ممكن أعيش جنب ابني ولو خدامة له. أنا مش طمعانة في أكتر من كده. ولما ابنك يلاقي أمه الميتة اللي كان بيزور قبرها صحيت وبقت خدامة وأبوه مطلعها بالتلاتة زي ما انتوا. كملوا عياط كملوا عياط. شفتوا الجنان بقى هات الريموت. لا يا شريف انت بجد اوفر. انا اوفر؟ امال انتوا تبقوا ايه يا اخي؟ كنت اتاخر ربع ساعه بس كان الفيلم خلص وكنا اتفرجنا عليه. هات الريموت. منى منى انا اهم ولا الفيلم؟ انت طبعا يا حبيبي خرب بيت الهبل. فاطمه انا اهم ولا الفيلم؟ حضرتك طبعا يا سي شريف. انا اهم ولا الفيلم؟ حضرتك. شفتي انا اهم من الفيلم؟ لا هات الريموت بقى. لا ما هو انا مش هديك الريموت غير لما تعترفي اني اهم من الفيلم. عسل يا شريف دي عسل. طب والنبي انت احلى من عمر الشريف. يا سلام. ايه مش عاجبك كلام فاطمه؟ لا طبعا مش عاجبني. يعني عمر شريف احسن مني؟ طبعا. انا هوريكي مش هسيبك. ايه ده؟ قومي قومي اوعي تتحركي يا غاده. اوعي تتحركي يا غاده. امسكي انت. انا متاسف يا جماعه مضطر اثبت لها اني احسن من عمر شريف. ايه ده؟ تعال نحضر العشاء. ربنا يحميك لشبابك. طب والنبي انت قمر. كل ده مش هيخليه يسأل. ولما اكتب عليه انا وانت دلوقت لما يكبر مش هيقول انه امك كانت سامية. حتى عندي ليكي خبر هيفرحك. خير؟ هسافر معاك اسكندريه. طب وشغلك؟ مش مهم انا عايز ابقى معاكي. ايوه بس احنا رايحين انا ومونا وفاطمه يعني كلنا ستات في بعض. هتيجي معانا تعمل ايه؟ زعلان؟ لا زعلان. مش يمكن لما سافر وحشك؟ حنان انتي وحشاني على طول. انا اللي مش وحشك. خلاص سافري يلا نرجع بقى. عمر وحشني. هو لما عمر ما بيبقاش معاكي بتبقي حاسه بايه؟ بحس اني مش عايشه. هو ده اللي طلعلي من الدنيا. لما بيتنفس بحس ان انا اللي بتنفس. اما بجوع بيبقى هو اللي عايز ياكل. لسه فاكرنا واحد مش قادر يفهم ان احنا بقينا اتنين. انا كمان حاسه ان انا وبابا واحد مع اننا انفصلنا من زمان. عارفه يا حنان اللي ما يعرفش قد ايه كنتي بتحب ابوكي يقول عليكي اوفر. الاب ده حاجه جامده قوي يا ماما. اكيد مش هعرف ارجع ظهر ابويا تاني بس ممكن ارجع هنا. هنا فين؟ الأرض. مش إحنا جينا من هنا وهنرجع هنا؟ عايزة تموتي؟ أوي أوي يا مونة. على البيت ان شاء الله. والله مش عارف انا جعان قوي. يبقى من غير تكليف تيجي معايا البيت تدوق اكل غاده اطعم من اكل فاطمه الف مره. على فكره كبرت وبقت عروسه. حقك شيلها في عينيك. اتفضل يا شريف بيه. بسم الله. انا قلت لشريف بيه ان اكلك احلى من اكل فاطمه. أنا عايز أقول لك إني جعان قوي. لا أنا والسفر. أنتي في سنة كام يا غدا؟
هي في ثانوية عامة وأنا هدخلها الجامعة. لا يا عم سيد، هي مالهاش لسان تتكلم. يعني اسكت واخرج منها يعني؟ يا ريت. ابسطي يا ستي، بقالك ظهر. أيوة بقالها ظهر. في حاجة؟ وأنتِ لو احتجتي أي حاجة تكلميني على طول. مالكيش دعوة بالراجل ده. أهو ده بقى شريف بيه اللي إحنا عايشين في خيره. ما تقولش كده يا عم سيد، إحنا عايشين في خير ربنا. شايفة لسانه حلو إزاي؟ غدا أنا عايز أقول لك على حاجة. أكلك يجنن. بجد؟ بجد. بصي بصي. ايه؟ عريس جاي يشوف عروسته. شرف، انت ناسي انك اتجوزت كده ولا ايه؟ لا، ويوميها كنت ببص نفس البصه وبعمل نفس الاداء. عمري في حياتي ما عملت حاجه كان نفسي فيها. اشمعنى يعني عند الجواز كنت هتجوز اللي بحبه؟ مش هديني اتجوزت وخلاص. هو ده كله احساس البحر؟ طب هي دي الحقيقه. الحقيقه ان احمد اهم بكتير من الحاجه اللي انت حاطاه فيها. انا عمري ما قللت من حاجه. وهشام اللي انت بتقعدي ساعد على الكمبيوتر تتكلمي معاه، لو مش واصلك ان دي حياتي ببني ادم مغير. اخر مره بيحكي لي ايه؟ هما الاثنين اتفقوا يفتحوا الكاميرا مع بعض وهما بيتكلموا. طبعا الكلام جاب بعضه وحضرتك فاهم. واحده واحده ابتدت تقلع هدومها. وشوف انت بقى اللي بيحصل بعد كده. وجوزها يا عيني ولا هو هنا. ايه رايك في السيت اب؟ ايه رايك انت لو الكليب الجديد نصور هايدي وهي بتحط من الميك اب ده؟ بروموشن يعني. ايه يا ابني مالك؟ مفيش حاجه. تعبان شويه يا شريف. ايه يا احمد مالك؟ لا مفيش حاجه يا عمر، انا كويس قوي. كويس ازاي يا ابني وانت بتشر عرق كده؟ كل ده عشان مراتك سافرت وسابتك؟ يا احمد انت حاسس بايه؟ ولا حاجه. روحوني. روحوا ازاي؟ ده محتاج دكتور. ولا دكتور ولا حاجه. طلبك عندي واحده روسيه تعمل لك مساج بزيت وكريمات، انما ايه تقوم من بعدها زي الحصان. شايف العيشه اللي عايشه؟ طبعا. امال جواز ونكد يا جماعه؟ انتوا مش شايفين مناظركم. على رايك. المهم على فين دلوقتي؟ الله، ايه على فين دي؟ على المساج يا حبيبي. تعجبني. وياخد بقى الرحله الغامه دي. انت زهقانه ولا ايه؟ لا خالص، هزهق من ايه؟ روح. في حاجه تزهق برضو؟ دنيا ربيع والجو بديع، الحياه لطيفه قوي. طب شغلوا لنا التلفزيون. ايه اصله بايظ؟ بايظ. طيب شغلوا لنا الكاسيت. بايظ برضو. انا دلوقتي عايزه ارقص، اعمل ايه؟ عايزه ترقصي؟ اه انا يا حنان وزهقانه وعايزه ارقص. عندك مانع؟ افتح لك الراديو. شغال؟ شغال الحمد لله. لقيت حاجه شغاله في البيت ده. ثانيه واحده افتحهولك. We'll be right back.
أول مرة أكلم حد ومش لاقي كلام أقوله. وأنا كمان. سعادة. نعم. عايز أشوفك. هستناكي بكرة بتاع المدرسة. حاضر. باي باي. تصبحي على خير. مع السلامة. بص يا عمر مبسوط ازاي؟ خلينا يومين كمان افندم. عشان عمر مش دعوه في المسخ. لا عايز احلى. فرحانه في ايه؟ في حبيبي. نفسي احلم بيه. انا كمان بابا وحشني قوي. نفس احلم اللي يحب اهله اكتر منه يبقى لسه معرفوش. هو مين ده؟ سيدنا النبي. اسمعي يا فضل، انا كنت عايزه اروح اعمل عمره لبابا بس الشريف مش في دماغه. تروح انتي؟ انا اروح هناك؟ لا والنبي والنبي انا اروح هناك. اه انت تعرفي بابا وبتحبيه، يعني هتعملي الموضوع ده من قلبك. لو روحتي هتبقي انت اللي خدمتيه. حط سنك هنا والنبي يا عم راكب. احمد احمد معاشتني. احمد الباسورد بتاعك ايه؟ رد عليا. الباسورد بتاعك ايه؟ عمر 2004. اما هتفتح الايميل هتلاقي اغلب الرسائل من واحد اسمه هشام. كنت اعرفه قبل ما نتجوز، كنت بحبه لما اتجوزتك، بس انا والله العظيم قطعت علاقتي بيه بعد الجواز. بعد رجعنا نتكلم على النت بعت لي صور ونكت بس انا ما كنتش برد عليه. لا برد. طلب كتير ان افتح الكاميرا عشان كمان يشوفني بس انا ما كنتش برد. وحياة عمر ما عملت كده. طلب كتير انه يقابلني، والله العظيم ما شافني. كان بيكلمني في التليفون وما كنتش برد عليه. لا ردت مره وانت مش موجود. كنت زهقانه. انا عارفه ان ده غلط. انا ما بخونكش. لا بخونك. لا ما بخونكش. والله العظيم ما شافني، والله العظيم ما لمسني. وحياة ربنا ما شافني ولا لمسني. انا من ساعه ما اتجوزتك وحياة عمر لا شافني ولا لمسني. الموضوع كله كان كلام في كلام، والله العظيم كلام في كلام. وحياة ديني كلام في كلام. اعترفتي له؟ قلتي له على هشام؟ طب وهو عمل ايه؟ ساب لي البيت. طب بتعيطي ليه؟ انت ما بتحبيهوش، انت بتحبي حد تاني. صدقيني اللي حصل ده كويس. يا سلام. ما هو ما ينفعش تحبي حد انت ما بتحبيهوش. ما ينفعش تحترمي نفسك وانت بتخوني. وانا انت عايزه كل حاجه، عايزه بيتك وجوزك وابنك وعايزه اللي بتحبيه. ما يصحش. كفايه بقى عماله ترسلي في ميت ما ينفعش ومليون ما يصحش. كانك انت اللي مظبوطه قوي. ايوه تعملتي في حياتك كل اللي انت عايزاه. جوزتي اللي بتحبيه، فتحتي محل واشتغلتي فيه. ما جربتيش يعني تعملي كل حاجه غصب عنك. انا بعمل كل حاجه غصب عني. عارفه يعني ايه غصب عني؟ بس ده مش حقيقي. مش حقيقي؟ ما اتجوزتيش هشام ليه؟ عشان مش بتاع جواز. واتجوزتي احمد ليه؟ عشان وصلت لسن الجواز. يعني انت اللي قررتي، محدش اختار لك. بطلي بقى طريقتك دي. انهي طريقه؟ المثاليه اللي بتتكلمي بيها. ده غلط وده صح، ده ينفع وده ما ينفعش. ارحمي امي. تحب اطلع لك مين غلطه في حياتك؟ تحب اقول لك كم مره شريف اشتكى لاحمد؟ تحب اقول لك انك مش هتفوقي لما شريف يخونك؟ تحب اضايقك كل شويه واسمم بدنك واوجعك؟ هو احنا موجودين في حياه بعض ليه؟ عشان كده؟ عشان نضايق بعض؟ عشان نفوق بعض. بصي على اللي انت قلتيه.
عندك حق. انا هكلمك بالليل. حنان انا اسفه، انت كمان عندك حق. عمري ما فكرت اكتب مذكراتي. انا ما عشتش كتير، يعني اكتب اقول ايه؟ حياتي كانت بابا وشريف ومنى صاحبتي الوحيده من وانا صغيره، واحمد صاحب شريف، احنا اللي جوزنا المنى، وفاطمه كمان كانت مهمه، كانت بتخدمنا قبل ما اتجوز. شريف اتربى وعاش في مصر، ولما فتح المحل حصلت له مشاكل مع الضرائب، كان عايز يرجع على لبنان بس فضل قاعد معايا. ما كانش ممكن اسيب بابا، لغايه دلوقتي انا مش قادره اسيبه. كل شويه بفتكر حاجه من كلامه، كان بيقول لي ان الناس لازم تاكل خفيف وتغلط خفيف، يعني الواحد ما يتعبش ضميره بذنوب تقيله. انا ما عملتش ذنوب جامده في حياتي. انا يمكن ما اتحجبتش، بس لو اتحجبت مش ممكن هلبس جينز ضيق كده. المفروض الحجاب ده مظهر دين، ازاي في ناس ممكن يفقدوا احترامه بالشكل ده؟ انا عارفه انه مش انا اللي المفروض اتكلم عن الحجاب، بس انا لو اتحجبت يبقى لازم اكون من جوايا احسن من كده. ما ينفعش اخبي شعري واتحامى في طرحه تبرقني من بره وانا من جوا مدانه. والنبي يا رب ارحمني، ما تكلفنيش الا وسعي، مش عايزه ابقى منافقه. انا حاسه ان الدنيا بقى لها كتير قوي، دنيا عجوزه وحشه متزوقة بتليفونات وعربيات، سرعة ومتعة، على أرض خربانة ونفوس فاسدة. على رأي فاطمة، زيح عننا يا رب. أنا عارفة أن أهم حاجة المفروض نشيل همها هو أننا نرضيك. لو ما كنتش موجود كان زماني موت نفسي عشان أروح لبابا، وكانت فاطمة قتلت جوزها، وكانت منى خانت أحمد. زيح عننا يا رب. قتلتس أنا هعدك. يا شجرة تلعبتي؟ نعمل كده نبني بيت صغنن، نحط قلبي كده ووريني كده بقه. خلص كار يا بابا. أنا عارفة إن أنا غلطانة، وعارفة قد إيه أنا جرحتك. ممكن وحياة عمر تديني فرصة أثبت لك بجد إنك أهم حاجة في حياتي؟ لو ده اللي أنت عايزة تقوليه بس خدي أحسن. أنت سمعتني وأنا بعترف لك بذنبي، ليه مش عايزني أدافع عن نفسي؟ هتدافع عن إيه؟ وهتدافع تقولي إيه؟
انا ممكن اقابلك بيه وهو نفسه يفهمك ان الموضوع كله كان مجرد كلام. قبل انتي حققي خيالك، اعملي مره واحده الحاجه اللي انت عاوزه تعمليها، سواء بقى اذا كانت صح او غلط. انا مش فاهمه حاجه، انت عايزني اقابله؟ ما تقابليه، انا ماليش علاقه. يعني ايه مالكش علاقه؟ هو انا مش مراتك؟ لا مش مراتي، انا طلعتك امبارح. لما اكتفيتش باعترافك قلت اتاكد بنفسي. عجبتني اول رساله اللي هو بعتها لك، بيسالك جبت له ايه في عيد ميلاده. طبعا كان يقصد جوزك العبيط. عجبني هو بيقول لك هدول البرفان اللي انت جبته لي عشان تفتكريني. مش هو ده؟ مش هو ده البرفان اللي انت كنت بترشيه على السرير قبل ما تترمي في حوض عشان تفتكريه؟ مش هو ده؟ اسمعي، مش عايز اسمع صوتك، مش عايزك تاني في حياتي. انت سامع؟ انا مش عايزك تاني في حياتي. ايه يا ابني اللي انت تشربه ده؟ سيبه يا عم، مش طايق نفسه. ما هو الصلصه اللي بيشربها دي هتضايقه زياده. ايه يا عم خالد، ايه ده؟ اهزر معاك يا عم. انا اسمي احمد ودم تقيل وتعبان ومخنوق وعايز امشي. طب اقعد. لا عايزك في كلمتين. كلمتين ايه بقى ان شاء الله؟ انت سايب البيت ليه؟ انهي بيت؟ بيتك. بص انا مش هعرف اوصف لك منى عامله ازاي، بس انا شايف قدامي واحده مذبوحه. فعلا هي اللي مذبوحه. بص بقى، احنا نجيبك انت ومنى ونصالحكوا على بعض ونخلص الليله دي. الليله خلصت خلاص. خلصت. عارفه؟ انا لو مكانك اخد عمر واروح له دلوقتي. تكلمت معاه؟ انت عارفه يا احمد ما بتكلمش كتير، بس انا متاكد اني بحبك. منى انت الوحيده اللي ممكن ترجعيه. حاولت. حاولي تاني. عمر واحمد يستاهلوا المحاوله، مش كده؟ احمد ممكن اتكلم معاك؟ مفيش اي كلام بينا ممكن يتقال تاني. انت مش عايز تشوف عمر؟ هبعد عليه، مصاريفكم توصلكوا كل اول شهر. انا مش جاي اتكلم في المصاريف. وانا خلاص الموضوع خلص، كل حاجه انتهت. معايا حتة زفر تشوفها؟ على كام؟ لو جاهز اخليها لك على 600. مش دلوقتي. امال امتى؟ شيل شيل، خليها الوقت عوزها. عايز تحرك مكانه؟ حركوا حاجة زي في العربية. دي حالنا يا رب، دي حالنا يا رب. أبوكي هيرجع، هدفع له الكفالة وهيرجع. منين؟ هتصرف يا بنتي. لو عايزاه يرجع عشاني فأنا بقى جاي أقول لك إن أنا مش عايزاه. زي حال يا رب، زي حال يا رب. مالك؟ مفيش. مفيش.
احنا مش صحاب؟ يبقى لازم تقولي لي على مضايقك. هو يعني ايه صحاب دي اصلا؟ صحاب يعني والله مش عارف. بصي انا مش عارف الاقي سبب او شكل لعلاقتي بيكي، بس يا غدا انا بحب اشوفك. عارفه ساعات الواحد بيبقى لازم يبقى في حد محتاج له علشان يبقى في معنى اليوم اللي بعيشه. انت فاهمه حاجه؟ انت فاهم حاجه اصلا من اللي بتقوله؟ وبابا عامل ايه؟ فاطمه قالت انه لسه عيان. يا ريته عيان، انا بكرهه قوي بكرهه. انا مش عايزه اشوفه تاني ابدا، مش عايزه اشوفه. سلام. الله يسلم ساعتك، كان دور جامد قوي بس الحمد لله عدى على خير. انا هنضف العربيه وهستناك فيها، المفاتيح بعد اذنك. بقول لك ايه، انت شكلك لسه تعبان، روح سريح ومرتبك هيوصلك لغايه عندك. انا لو لسه ايام ما كنتش جيت. انا خفيت وبقيت كويس الحمد لله، المفاتيح بقى بعد اذنك. سيد انا عارف انك ما كنتش عيان، وعارف انك كنت مسجون وان فاطمه طلعتك بكفاله. انا هساعدك، هدخلك مصحه وهتكفل بعلاجك، بس انا اسف يا سيد، انا عشان اسلمك ثقتي ومفتاح عربيتي لازم ترجع سيد بتاع زمان، فهمني. يا قاضي يا بنت الكلب هقتلك هقتلك. ان شاء الله تشل. بتعيريني بتعيريني، رايحه تفضحيني عند شريف بيه. يا كافر يا ظالم، روح شوف مين اللي فضحك. هيكون مين يا فاطمه؟ هقدر ارجع البيت. طب اقعدي في العربيه وانا 10 دقايق واجيلك. مش عايزه اقعد في العربيه، انا عايزه مكان انام فيه. انا عندي ضيوف. طب هخلصهم واجيلك ما تقلقيش. بنتي ضاعت يا ست حلال، بنتي ضاعت يا ست منى. ان شاء الله هتلاقيها يا فاطمه، اكيد هتيجي على هنا. يعني هي هتروح فين بس يا فاطمه؟ افرضوا ما جتش على هنا، اطلبي الاستاذ شريف يمكن يعرف يتصرف. حاضر يا فاطمه. طب انتوا مالكوش قرايب ممكن تروح لهم؟ مالناش الا ربنا، مالناش الا ربنا. السلام عليكم. عليكم السلام. انت عارف غادة مش كده؟ صورتها لو تعرف حد يطلعها في التلفزيون ولا ينزلها في جورنال. انا ماليش في الدنيا كلها غيركم. اهدي يا فاطمة. شريف روح دور عليها. عشان شريف وانت بتشوف احمد؟
في العربية حد يشوفني، فقلت لك استخبى هنا. أمك بتدور عليك. هلبس هدومي واجي معاك. شيلي اللي في وشك ده، هقول لهم لقيتك فين. في الشارع. قول لهم في الشارع، حتى عشان تبقى انت اللي رجعتني الأهل. شهامة برضو ممكن تكون انت بتدور عليها. انت فاكرة ان انت بس اللي ظروفك وحشة؟ انا كمان مخنوق وتعبان، تعبان قوي. كلام 10 على 10، تعبت نفسك قوي عشان تقول. ممكن بقى تتكلم في عربيتك لغاية ما غير هدومي. الو ست حنان، هي اهلا وسهلا. لا لا مش معقول، لا انا مش مصدقه، والله العظيم ما انا مصدقه. لا بس ده كتير عليا، كتير عليا ست حنان. حاضر من الفجر، ربنا يبارك لي فيكي ويديك الصحة. مع السلامة يا حبيبتي. ايه الموضوع يا فاطمة؟ ست حنان هتطلعني عمر 10 شهور، قالت لي اجهز الاوراق واطلع الباسبورت. يا بنت كريم يا رب احمد ابو، اشكر فضلك. سيد اوعى تقف لي فيها، لا يكرمك. انت عارف ان طول عمري نفسي اعمل عمرة، ان شاء الله اموت بعدها. سافر يا فاطمة، سافر ودعيلي. ده انا هدعي لك دعاء انت وغاده، مش هوصيك عليها يا زيد. البنت امانه في رقبتك لغايه ما ارجع. لا يكرمك يا حنان يا بنت حواء وادم، ويديك على قد نيتك. اوعي تفتكري اني مش حاسس بيكي. اللي حصل ده مش بايدي ولا بايدك. ما بتتكلميش ليه؟ انا عارف انه اللي حصل ده غلط، غلط فظيع حنان. انا مش عارف اصلحه ازاي. اسف. غدا انا هعوضك. تعوضني؟ لا مش قصدي تعويض. انا عارف مفيش اي حاجه في الدنيا ممكن تعوض اللي حصل، بس ما انا احساسي بالذنب مموتني. يعني المحل والحمد لله حساباته بتتظبط، وانت شايف ان حنان بتتحسن. انا عايز اعرف اللي انت فيه ده ايه. أنا غلطت. غلطت يعني إيه؟ غلطت مع واحدة بنت فيرجن. مصيبة مصيبة، مش عارف أعمل إيه.
أنا خايف. من فترة حلمت إن غادة عروسة، بس فستان فرحها كان ضايع. فاطمة بتقول إن الحلم ده معناه إن غادة فرحتها ضاعت. الحقيقة أنا مش فاهمة يعني إيه فرحتها ضاعت. عموما كلنا فرحتنا ضايعة، عمالين نعيش ونحس وفي الآخر هنموت. حقيقة ما فيش فيها أدنى شك. أحمد أرجوك ما تقفلش، أنا عايزة أتكلم معاك. أحمد أنا مش قادرة أعمل حاجة لمنى، مش قادرة أفهم اللي هي فيه. منى عمرها ما حبت أحمد، اشمعنى النهاردة لما سابها ابتدت تحس إنها كانت بتحبه؟ طبيعة بشرية عجيبة، ربنا بيدينا نعم كتير ولما بنرفصها بنفهم وقتها الحقيقة، حقيقة إننا كنا في نعمة. في مشكلة مهمة اصطدم بها الفلاسفة من قديم الزمان وعبر عنها عمر بن الخيام لما قال: علم الله قبل خلقي إني أشرب الخمر ثم لا أتخلى، فإذا ما منعت نفسي عنها كان بعلم الله من قبلي. إحنا بوسعنا إن إحنا نرد على عمر بن الخيام ونقول له إن علم الله ليس علة لشربك الخمر، لكن الخمرة اللي أنت بتشربها دي هي علة لعلم الله. معايا؟ طيب يا سيد طيب، ربنا يكرمك يا حنان يا بنت حواء وآدم، ويكتبها لك يا حبيبتي يكتبها لك، ويسترك يا غادة، يسترك يا دنايا، يسترك يا حبيبتي. أحمدك وأشكر فضلك يا رب. طيب
سيد يا سيد، ما انا نازله اهو. ان شاء الله يجيلك بالسلامه. بصي ده مرتب بابا شريف بعتهولي، وان شاء الله لما يشد حيله هيرجعه تاني. لو احتجتي اي حاجه انا موجوده. على فكره يا ارتي هيبقى الرائع الرسمي للغنوه، عشان كده عايز مهندس الديكور يعمل لي كام ديزاين عشان نبين الكلام ده. بس احنا هنصور كمان يومين، هنلحق؟ ان شاء الله. انا تعبت. لا يا حبيبتي مفيش تعبت خالص اليومين دول، عشان وقت التصوير مش عايز ولا غلطه. تحب حضرتك نبدا الاوردر يوم الخميس 27؟ لا الخميس ده قريب، خليه لحد 30 احسن. اليوم ده انا بستناه اخر الشهر عيد جواز. عايزه اقول لك بحبك قوي. أنا نسيت إني عايشة، حقيقة كان لازم أواجهها حتى لو مش على مزاجي. بحبك أوي. الله، إيه المكان الحلو ده؟ لما كنت تعبان ومتضايق باجي هنا. عارف قريت كتاب كان بيتكلم عن الأماكن، إن الأماكن عاملة زي البني آدمين، مكان يحضنك ومكان يطردك. ده كتاب فلسفة بيتكلم عن الأرض، مطردين منها طول ما احنا فوقيها وبنرجع لحضنها لما بندفن فيها. بس يا خسارة الناس فاهمة العكس. معلش كلنا بناخد وقت عشان نقدر نفهم الحقيقة، عشان كده لازم ندي فرصة لبعض نسامح بعض. حناني انت عايزة تقولي ايه؟ منى انت جواك كبير قوي. منى ما كانتش عارفه هي عايشه مع مين. مع مين يعني؟ مع واحد دمه تقيل من كتر ما فهم الدنيا مش قادر يضحك. وحشه قوي مش كده؟ ما تتشافش. قصدك ما تتعش. يا ريت يا حنين، بس مش بكيفك. هي دي بقى مش بكيفك. أنا كمان كان دمي تقيل قوي، شريف اتعذب معي، السعادة في الرضا. أنا نفسي أساعد شريف. أنت جواكي جميلة يا هاني، مهني بنفسي كمان نبيني، بس أنا عن نفسي كنت شيء محترم قوي في حياتها، كنت حد كويس. والله العظيم كنت حد كويس. أنا أستاهل كده؟ رد عليا. أنا أستاهل كده؟ هتسعدوا بعض. هشام ألف مبروك. على إيه؟ أنا جالي إيميل منك إنك اتطلقتي. إيميل مني أنا؟ أنا ما فتحتش الكمبيوتر أصلاً، أنا مش فاهمة حاجة. ولا أنا، المهم إن إحنا مع بعض. وبعدين هنفضل واقفين كده ولا إيه؟ إحنا عمرنا ما كنا مع بعض يا هشام ولا هنكون. وأنا أصلاً ما أقدرش أقول لك تفضل عن إذنك. الله دوقي كده. ماليش نفس. انا قابلت احمد امبارح. احمد تعبان قوي يا منى. بجد انت بتحبيه؟ مش عارف، مش عارفه اعمل ايه يا حنان. انا ضايعه من غيره. انا عيد جوازي بكره، وهايدي وعمرو عازميننا في اللوكيشن عندهم علشان نحتفل بيه. تلبسي ايه؟ البس ايه فين؟ هو انا شايفه حاجه اصلا؟ انا عارفه بقى ان عمرو كلم احمد علشان يقابلكم ببعض اهو. والله بتحبيه واطيه. روقي يا منى، ان شاء الله كله خير.
هتعملي ايه؟ احضر لك العشاء؟ لا لا خليك خليك، انا اللي هحضر لك العشاء. عارفه يا غدا، انت ست البنات كلهم. انا لما بشوفك بحس ان انا عملت حاجه في دنيتي. يعني انا ما يهمنيش صحتي ولا سمعتي ولا شغلي، انا كل اللي يهمني انت، انت اللي طلعت بيكي من الدنيا. عارفه يا بنت، انا بضربك عشان تحبيني. انا مش مصدق ان انت بتكرهيني. انا جاي احب على راسك عشان ما تكرهنيش. اوعي تكرهيني يا غادة، اوعي غادة. انا عايزك تخرجي، روحي السينما مع اصحابك وتفسحي. عارفه شريف بيبعت لي كام؟ 5000 جنيه، يعني قد مرتبي 5 مرات. خديهم كلهم، امسكي مصروف البيت وسبرقي نفسك، وانا مش هتنقل من هنا خلاص. انا ابتديت اصلي واقرا قران. انا مش هقول لك تاني ان انا هتغير، لا، انت هتشوفي بنفسك. النهارده هيتجوزنا، الساعة عدت 12. ما ينفعش. هو ايه اللي ما ينفعش؟ بقالنا قد ايه ما قربناش لبعض؟ بقالنا قد ايه كل ما قرب لك تبعدي؟ كتير. وما سألتيش نفسك اللي ممكن يكون حصل؟ أنا أسفة شريف. صحيني عشان أرجع أحلم معاك من تاني. أنا عارفة أني غلطت في حقك. عارفة إيه؟ أنت مش عارفة اللي حصل. إيه يعني اللي حصل؟ بقولك وحشتني وعمالة بعتذر لك، قاعدة مستنياك عشان تقول لي ما ينفعش. هو إيه اللي ما ينفعش؟ ولا هي الحياة بقت كده؟ تقرب لي أبعد وأقرب لك تبعد. شريف، أنت مش عايزني، ما بقتش تحبني. افهمي بقى، أنا خنتك. ايوه خبتك، وانت السبب. ببساطة كده اسفة. يا سلام، متخيلة ايه؟ افتح دراعاتي واخدك في حضني. فقتي، بس فقتي متأخر. فقتي بعد ما رضعت، ضيعتي معايا واحدة ما تستاهلش اللي عملته فيها. انا تعبان. أنا عايزة أقول لك على حاجة. قولي على حاجة. أنت صعبان عليا أوي. أنا عارف، بس إن شاء الله أنا هبقى كويس أوي. أنت مش فاهم حاجة. فاهم إيه؟ الألفات اللي بعتها لك شريف بيدي دي مش مرتبك. أمال إيه؟ ده تعويض. عن إيه؟ بنتك اللي طلعت بيها من الدنيا غلطت، سلمته نفسها، والحقيقة اني كنت مبسوطة قوي وانا بسلمه شرفك. انت فوقت متأخر قوي.
قوي. جيت لمعه لقيته بينور راتب باين له طلب حد. طلبني. لازم اروح له. لازم اقول له اني مسامحاه. منى كان عندها حق. حلاوة دي بقى. انتي احلى. هايدي يلا احنا جاهزين. طيب ماشي. استغفر الله العظيم يا رب كل ذنب عظيم. احنا ايه اللي جابنا هنا؟ كنا وصلنا في اي حته تانية هو كان يبقى حصلنا. دي حماد عند ربنا يهديك. استغفر الله العظيم يا رب. يعني انا ما بحبش حد يجي لي اللوكيشن وانا بصور وعامل كل ده عشان خاطر هو ومنى. هيفضل قاعد كده ويعصبني؟ انا عايز اعرف الاغنيه بتاعتك ما تنفعش من غير ستات عريانه؟ لازم الستات تبقى عريانه. طب اقول له ايه ده بقى؟ يا عم اهدى بقى واقعد في حته خلينا نشتغل. بس الحمد لله جيتوا في وقتكم. يلا يا جماعه بروفا جاهزه يا هايدي. نسيت اديها لك امبارح. كل سنه واحنا طيبين. في حاجة نسيتها معايا. بحبك. وأنا كمان بحبك أوي. أنا شايفة لاف سين كبير أوي هنا. أنتوا جايين تقطعوا علينا ولا إيه؟ مش كنا صورناه ده؟ مبروك. حنان، تعرفي ترقصي طبعًا. والله شكلكم انتوا الجوز مالكوا في اي حاجه. شكلنا ايه؟ طيب يا عمر هتشوف.
قتلتها ليه؟ رد علي، قتلتها ليه؟ قول لي يا سيد قتلتها ليه؟ ليه؟ حد يشوف الإسعاف بسرعة. ولدت تاني، رجع تاني، ذكرياتي عن الثواني اللي فاتت مش هعرف احكي عنها. هي دي النهاية؟ الله، الحقيقة انها حاجة في منتهى منتهى في منتهى اللذة. بابا، هو المكان هو اللي عزيز، ولا الناس هم اللي عز، هو اكيد الجاي لذيذ، ولا صحيح الذكرى ألز. هو المكان هو اللي عزيز، ولا الناس هم اللي عز، هو اكيد الجاي لذيذ، ولا صحيح الذكرى ألز. ذكريات محفورة فينا ما تتمحيش، علشان الماضي جه وفات، بس اللي جاي ممكن ما يجيش. حلوة مرة الذكريات محفورة فينا ما تتمحيش، علشان الماضي جه وفات، بس اللي جاي ممكن ما يجيش.